احنا هنا حاليا هنصور مراحل تثبيت الحوض بعد ما تم تجميعه زي ما انا شايف بالشكل ده. انتهى من تجميعه هصور مراحل تثبيته. حوض عمود، حوض عمود بيتثبت على عمود زي ما انا شايف. عندي مسامير التثبيت، المسامير اتثبتت عندي في السيراميك زي ما انا شايف كده، وهبدأ اثبت الحوض بتاعي. اتفضل كده وريني فين المفاتيح. هنا كده ثبت العمود بتاعي وبلبسه الحوض، بلبسه على الحوض والحوض بيخش يلبق. جيني كده اطلع سنة، كده اطلع سنة، بيخش يلبق مع طقم التثبيت زي ما انا شايف. اطلع سنة كمان زي ما انا شايف كده، زي ما واضح معايا. تمام تمام جدا. طبعا انا لقيت مشاكل زي كده قبل ما اثبت على السيراميك، فببدأ اعمل على تنظيفها. تمام زي ما انا شايف الحاجات اللي لازقه بنسبة كبيرة ببدأ انضفها، يعني بسكينة المنشار، بس بجهة، مش سكينة المنشار نفسها زي ما انا شايف. لا انا يعني اي اداة متواجدة معايا او متوفرة معايا بثبت من بنضف بيها زي ما انا شايف كده. وبعد كده مثلا سلك او حاجة او اي قماشة نضيفة ببدأ انضف مكان الرايش زي ما انا شايف كده، يعني عشان محدش يشوف الفيديو يقول ده سكينة منشار يجرح السيراميك. لا انا بستعمل بس الحز الكيرف من قدام بتاع السكينة زي ما انا شايف، بس اللي انا يعني بلقط الكلام ده بنضفه كده عشان ما ثبتش على اي نسبة وسادة. وبعدين ابدا اثبت على نظافة عندي. يبقى احنا دلوقتي المسامير بنثبت بقى المسامير عندي هنا كده مكان التثبيت. تمام اتفضل من جنب تاني. ماشي خش. خليني اجي كده احاول اجي عندك كده. هو بيربط المسمار، فاضل بقى هنعدل الربط. فين ده كده السمارة اللي احنا كنا بنربط فيها زي ما انا شايف بالشكل ده كده، بربطها مع الوردة اللي ظاهرة معايا اللي بتلبى معايا على ايه، على سطح السيراميك مع المسامير اللي انا مثبتها قبل كده. حاليا بقى هنتوصل اللايات بتاعت اللاي عندي. وصلت اللاي وبربطه زي ما واضح معايا كده. تمام. ومن الجهة التانية بنفس الطريقة. طبعا ثبتت من الجهتين زي ما انا شايف عندي كده. سيفون الصرف عندي يبدأ يوصله بالشكل ده كده زي ما انا شايف. بعد كده هيربط، هيبدأ يقرط على المسامير زي ما انا شايف كده. على المسامير من خلال المفتاح يربط المسامير اللي ثبتناها اللي احنا شفناها. مسامير التثبيت زي ما انا وضحت كده من الجهتين. طبعا بتأكد وبقرط على التثبيت بتاعي. طبعا وصلت اللايات بتاعتي سواء لايات التغذية او سيفون او لاي الصرف زي ما واضح عندي. وبالتالي كده تقريبا ثبتت الحوض بشكل متكامل. كده تم الانتهاء من اعمال تثبيت الحوض بشكل كامل زي ما انا شايف. الحوض بتاعي ثابت عندي، ما بيتحركش عندي. نسبة الثبات بتاعته، الثبات بتاع الخلاط بتاعي، الحوض نفسه، العمود نفسه ثابت العمود. تمام. التقفيلات بتاعت البصلات كلها متقفله بشكل صح وبشكل سليم عشان ما يكونش في اي نسبه تسريب عندي او اي مشاكل زي ما انا شايف كده الشكل النهائي بتاعي.